مشاهدينا الكرام، ننتقل إلى موضوعنا الثاني، حيث بدأ العمل بالبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، وذلك بمشاركة 10 جهات حكومية تعمل جنبا إلى جنب لتحقيق أهداف هذا البرنامج، حيث من المتوقع أن يساهم البرنامج في الكشف عن حالات التستر التجاري الأكثر صعوبة وتعقيدا، حيث يقدر حجم الاقتصاد الخفي بمئات المليارات الريالات في اقتصادنا الوطني. المزيد في سياق التقرير التالي، ثم نعود لضيفي الكريم. اعتمدت المملكة مؤخرا تنفيذ توصيات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، وتشترك 10 جهات حكومية على تفعيلها وتنفيذها. ويهدف البرنامج لتطوير أنظمة وتشريعات لمكافحة التستر وتحفيز التجارة الإلكترونية واستخدام الحلول التقنية وتنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال وتعزيز نمو القطاع الخاص وتوليد وظائف جاذبة للسعوديين وتشجيعهم للاستثمار وإيجاد حلول لمشكلة تملك الأجانب بشكل غير نظامي في القطاع الخاص. وتضمنت توصيات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري 16 مبادرة، أهمها الموافقة على قيام وزارة التجارة والاستثمار بمراجعة نظام مكافحة التستر واقتراح التعديلات اللازمة حياله خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما من صدور التوجيه، وإصدار نظام الامتياز التجاري وتحفيز استخدام الحلول التقنية. وتمنح وزارة التجارة والاستثمار مكافأة مالية للمبلغين عن تستر تجاري تصل إلى 30% من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها، والتي تصل إلى 1,000,000 ريال للمخالف الواحد. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، والحديث أكثر عن التستر التجاري يسرني استضافة يعني ضيفنا الدائم الدكتور شجاع القمي الكاتب الاقتصادي المعروف. أهلا بك مرة أخرى. نريد أن تحدثنا عن هذه الآفة التي يعني تنهش في اقتصادنا، لها أضرار كثيرة، نريد الحديث عن أضرارها ثم نتكلم عن البرنامج. التستر التجاري هو آفة كما تفضلت، وبلا شك أن هذه الآفة تنخر في جسد الاقتصاد. التستر التجاري ببساطة هو أن تحرم فرصة لشاب سعودي مثلا للاستثمار في مجال معين بسبب سيطرة وافد معين على مهنة معينة تحت غطاء التستر التجاري، وهذا أمر حقيقة مؤلم، لأنه في نهاية المطاف هو يحرم الكثيرين من فرص الاستثمار، وأيضا مؤلم لأنه يحرم الوطن من تنمية مستدامة بلا شك أنها يعني شغف حقيقي للاقتصاد السعودي أن يكون لدينا تنمية مستدامة. أيضا الأمر الآخر هو التستر التجاري، هو معناته أنه يكون لدينا فرص عمل بلا شك أنها تتسرب تحت غطاء هذا التستر التجاري. واليوم المملكة يعني وفقا لبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري هو حقيقة طموحات كبيرة للحد من هذه الظاهرة، للمكافحة التستر التجاري والعمل على أيضا التوعية والتثقيف بأهمية أن يكون لدينا التستر التجاري، أن تكون مكافحة التستر التجاري بهذه القوة. اليوم المملكة العربية السعودية يعني كاقتصاد هو اقتصاد يعني قوي جدا وأرقام ضخمة، وأيضا عملية التستر التجاري بلا شك أنها غطاء كبير يعني موجود في الاقتصاد السعودي، ولكن حان الوقت لمكافحة التستر التجاري، وتضافر الجهود عبر 10 جهات حكومية هو بلا شك منعطف مهم جدا لمكافحة التستر التجاري. أخي نايف، يعني التستر التجاري هو في نهاية المطاف هو يحرم غيرك من فرص استثمار مهمة، وأيضا يعطي البعض يعني أضعاف النفوس حقيقة للسيطرة على مجال معين، الاستثمار في مجال معين أو احتكار مجال معين في بعض المهن وخلافه، وهذا أمر حقيقة غير جيد لأي اقتصاد في العالم. وأي اقتصاد في العالم هو يحارب التستر التجاري ويكافح التستر التجاري بقوة، لأنه في نهاية المطاف التستر التجاري لا يعطي حتى مؤشرات اقتصادية دقيقة، يساهم في عملية أحيانا في تضليل بعض المؤشرات. وبلا شك حسم هذا الملف ومكافحة التستر التجاري أنا أعتقد أنه سيولد يعني كثير من فرص الاستثمار للشباب السعودي الطموح. طيب سؤال بسيط يمكن يسأله مواطن، ما الذي يمنع يعني الوافد أن يذهب كمستثمر أجنبي ويفتح ملف ويعني يكون بطريقة شرعية وإجراءات قانونية؟ ليه يذهب للمواطن السعودي ويعمل هذه العملية ويحاول يتستر، رغم انه يمكن يعني اقامته يعني او تواجده رسمي وكل ما لديه رسمي، ليه يذهب وراء السعودي؟ ليه ما يروح على طول ل يعني المستثمر الاجنبي؟ اولا يعني يجب الاشاره الى قرارات مهمه المملكه اتخذتها في السنوات الاخيره.
على سبيل المثال في قطاع التجزئة المملكة فتحت الاستثمار للشركات الأجنبية بملكية 100%، وهذه من ضمن القرارات الأخيرة التي تسمح للشركات العالمية أو المستثمر العالمي أو المستثمر الأجنبي للدخول للاستثمار في السوق السعودية بملكية 100%. هذا الأمر لم يكن موجود في السابق. حقيقة مثل هذا القرار سمح قانونية للأشخاص تتحدث عنهم يتجهون لكذا، يعني سمح لهم أن يتجهوا الاقتصاد السعودي للاستثمار في السعودية عبر غطاء قانوني واضح، أن يكون لدينا استثمارات واضحة في هذا الجانب بملكية أجنبية 100% وفقا لشرطات معينة. بلا شك أن المملكة تشترط شرطات معينة لهذه الملكية، من ضمنها يعني نقل المعرفة، من ضمنها التصنيع محلي لكثير من المنتجات، من ضمنها أيضا عملية التوظيف رأس التوظيف الشباب السعودي، من ضمنها قيادات السعودية أنها تتوظف في هذه الكيانات التجارية وخلافه. لكن في نهاية المطاف احنا نتحدث عن التستر التجاري، ولماذا لا يتجهون لهذا الجانب أو يتجهون للقطاع القانوني؟ أولا التستر التجاري أنا عندي في وجهة نظر أنه يجب أن يكون لدينا نوع من أنواع الثقافة لأهمية أن يكون لدينا حد من التستر التجاري. كل من موقع أخي نايف، يعني لا أحد يقلل، هذا ما نعني لا أحد يقلل من موقعه، يعني بأيا كانت استثماراته، حتى لو كانت استثماراته صغيرة متناهية الصغر وخلافه، هو يؤثر في نهاية المطاف، هو يؤثر بلا شك. هذه الاستثمارات الصغيرة تؤثر على ما حولها، وبالتالي يجبر حتى المستثمر السعودي الذي يستثمر في قريب من هذا المستثمر الأجنبي أو المتستر عليه إلى أن يخرج من السوق لأسباب كثيرة، يعني أمور كثيرة ممكن أتحدث عنها. لكن في نهاية المطاف الثقافة بأهمية مكافحة التستر التجاري هي مؤشر مهم للحد من هذه الظاهرة. واليوم أنا ممكن شيء أشيد فيه ويستاهلون حقيقة هذه الإشادة، اللي هو برنامج الوطني مكافحة التستر التجاري، تحفيز المبلغ من خلال مكافأة جيدة من كما تم الإعلان عنها، أيضا عملية التوعية. في نهاية المطاف التوعية هي أمر مطلوب، وأنا اعتقادي أنه مكافحة التستر التجاري هي تنمية وطن. بلا شك أنه الوطن بحاجة إلى أن يكون لدينا مؤشرات اقتصادية دقيقة، أن يكون لدينا مكافحة التستر التجاري وتسريب الأموال وخلافه، أن يكون لدينا فرص عمل مهمة. واعتقادي أيضا نظام أو أنظمة وزارة العمل اليوم وفتح يعني عملية التوطين كثير من المهن هي ستكافح بلا شك التستر التجاري بطريقة غير مباشرة قد تكون، ولكنها ستحد من التستر التجاري. سنعود لك دكتور شجاع، ولكن لدينا الأستاذ سلمان الحجار مستشار وزير التجارة والاستثمار. أهلا ومرحبا بك أستاذ سلمان. أستاذ سلمان الحجار يا هلا، حياكم الله، كيف نرحب فيك في برنامج ساعة في الاقتصاد. بداية، هل لدينا ضعف في الثقافة المجتمعية لبرنامج أو للتستر التجاري، مفهوم التستر التجاري؟ صحيح، طبعا هو اليوم مع إطلاق البرنامج الوطني لمكافحة التستر، طبعا أحد أهم أهدافه هو رفع الوعي. اليوم في اختلاف في معنى التستر التجاري وكيف يكون الشخص متستر تجاريا، وفي نفس الوقت كيف بعض المستثمرين يقعوا في خطأ بأنهم يعطوا تمكين مثلا الوافد بإدارة مشاريعهم بدون تفاصيل ومعرفة إجراءات التشغيل اللي يكون فيها الوافد. نعم. ففي جزء كبير منها طبعا هي رفع الوعي، وأعتقد هذا أحد الأهداف الموجود فيها الآن في البرنامج الوطني لمكافحة التستر. نعم، طرحنا السؤال على الدكتور شجاع قبل قليل، ما الفائدة الذي يجنيها الوافد أن يذهب وراء يعني تستر تجاري وراء السعودي؟ لماذا لا يذهب إلى يعني الاستثمار الأجنبي بشكل مباشر؟ هل يعني اكتشفتوا أشياء معينة فائدة لهذا الوافد يذهب لها من أجل الحصول عليها؟ طبعا اليوم مشكلة الوافد، طبعا إذا الوافد كان يستثمر بطريقة نظامية في قنوات أن يكون وافد ويستثمر يستفيد منها تجاريا، ويستفيد الوطن من الاستثمارات هذه بتوظيف وتدريب سعوديين في المنشآت. المشكلة في إنه يتجه إلى الطريقة الغير نظامية. أولاً هذه الطريقة إنه يستخدم اسم المستثمر السعودي أو صاحب المنشأة السعودي، ويقوم بإدارتها بدون أي أنظمة، ولا طبعاً يكون عنده أي يعني الحركة المالية الموجودة في المنشأة غير مرصودة. نعم، شكراً لك أستاذ سلمان الحجار مستشار وزير التجارة والاستثمار، شكراً جزيلاً لك. شكراً حياكم الله. نعود لضيفي الكريم دكتور شجاع. كيف رأيت الجهات يعني الجهد المبذول أول قبل أن يطلق البرنامج؟ هل كان هناك في جهود ويعني حدت قليلا، أم لم يكن في جهود أصلا وكانت يعني الأمور يعني محترامي سائبة أكثر؟ لا، هو بلا شك أن الجهود موجودة، ولكن عملية توحيد الجهود هذا الأمر الجديد.
توحيد الجهود هذا أمر جديد. يعني لك أن تتخيل أخي نايف أنه 10 جهات حكومية جميعها تعمل في برنامج وطني لمكافحة التستر التجاري. بلا شك أنه هذه 10 جهات حكومية سيكون لها دور بارز في عملية مكافحة التستر التجاري. ولكن أنا يعني أشيد بمداخلة أستاذ سلمان لما أتحدث عن الثقافة فعلا، وأنا أشرت لها ممكن قبل حتى المداخلة. نعم. وعندنا مشكلة كبيرة في الثقافة. الثقافة بلا شك اليوم إذا نحن اعترفنا بهذا الأمر أنه هنالك قلة نسبة الوعي في عملية مخاطرة التستر التجاري، ويعني أنا أبسط شيء ممكن أن أقوله في التستر التجاري أنه يحرم شاب من فرصة استثمار. بلا شك قد تكون فرصة الاستثمار هذه للعمل الحر أخي نايف، العمل الحر اليوم هو يعني ثقافة في العالم أجمع، ولكن العمل الحر يصطدم بتستر تجاري. هذا التستر التجاري يجب أن يكون مكافحة، وأن يكون من التوعية من الأساس، أن نبدأ من يعني الشخص الذي يتستر على مجموعة من الوافدين أن يبدأ بنفسه، أن يعني أن يكون له دور بارز في عملية مكافحة التستر التجاري. أيضا الأشخاص الذين يستثمرون يرون في عملية التستر التجاري يبلغون عن عملية التستر التجاري حتى يكون استثماراتهم فرصة للنمو. البعض يراها يعني انها ما هي مسؤولية اجتماعية، يعني يقول انا بعلم على ابن عمي ولا قريبي ولا جاري ولا يروح يبلغ فيه، يرونها انها نوعا من انه ما يدري انه يمكن يهد اقتصاد كامل بهذا التصرف، انه هو اصلا يعرف ان في تستر تجاري ويسكت، ارى انه شريك في هذا التستر ولا هو التستر التجاري يا اخي نايف. يعني يجب ان نستوعب ان التستر التجاري هو مضر بلا شك، مضر على فرص العمل، مضر على مستوى خروج الأموال، مضر على مستوى الاحتكار والأسعار، مضر على مستوى جودة السلع، وهذا أمر مهم. السلع الرديئة يعني حقيقة هذه آفة، وبلا شك أن التستر التجاري هو سبب مهم في هذا الأمر. أنا اعتقادي اليوم الأنظمة الحكومية المتبعة هي تكافح التستر التجاري. أنا يمكن في فترة من الفترات كنت أكتب على عملية النظام المدفوعات، أن تكون التحول من النقدي إلى الدفع عبر المدى وخلافه. هذا بلا شك أيضا عامل آخر يساهم في مكافحة التستر التجاري، لأنه الاسم السجل التجاري هو مربوط باسم صاحب السجل وليس مربوط باسم العامل الوافد، وبالتالي تحويل الأموال إلى صاحب السجل أو الحساب البنكي صاحب السجل هو يقلل من عملية التستر التجاري، ومعرفة أيضا أماكن وقوع التستر التجاري. بلا شك أنا اعتقادي أننا نحتاج إلى فقط يعني سنوات قليلة، ومن ثم سنرى نتائج مثمرة للنظام الوطني لمكافحة التستر التجاري. انطلق البرنامج وهنالك 10 جهات. نعم. من أين ترى يبدأ يعني هذا البرنامج؟ أول نقطة يبدأون فيها؟ أنا اعتقادي أول نقطة من التوعية والتثقيف، هذا أهم جانب، واعتقادي هم اليوم يركزون على هذا الجانب، وهذا اتجاه صحيح أن يكون هناك توعية وتثقيف بمخاطر التستر التجاري. وتعرف قد يكون في شخص ما يعرف وش التستر التجاري، قد يكون هو يعني إلى حد ما يعني متستر على بعض الوافدين، لكن يجهل أنه هذا التستر التجاري، يعني يعتبر أنه نظام استثمار. وبلا شك أنه عملية تثقيف الناس وتوعية الناس بمكافحة التستر التجاري وخلافه هو سيكون أيضا عوائد إيجابية على السنوات القادمة. أيضا ثقافة العمل الحر، وهذه يمكن الثقافة اللي كثيرا ملاحظ كثير من الشباب السعودي اليوم شغوف جدا بالتجارة، شغوف جدا بالعمل، طموح يعني بشكل كبير، وهذا الطموح يصطدم بالتستر التجاري، بسيطرة بعض العمالة، حتى بالسلع الرديئة التي تباع بأسعار منخفضة ويكون المنتج يعني رديء جدا. هذا بلا شك أنه يعني يحد حتى من الطموحات. عملية مكافحة التستر التجاري هي فعلا تنمية وطن. هل سيغلق كثير من المحلات لدينا هذا البرنامج؟ أنا اعتقاد أنه لن نصل المرحلة هذه، لأنه بلا شك أنه أي صاحب استثمار هو لديه يعني قدرة على يعني العمالة الوافدة. بلا شك أن تستطيع أن توظفها براتب شهري، وتستطيع أنك توكل لها الأمور، وهي من تحول لك الأموال في نهاية المطاف كاستثمار لك أنت. لكن في نهاية المطاف أنا اعتقادي أن صاحب الاستثمار نفسه هو يستطيع أن يعيد هيكلة استثماراته، أن يحول هذه العمالة من عمالة متستر عليها كأنهم مستثمرين إلى عمالة تعمل بنظام الأجر الشهري، وهذا هو النظام اللي وزارة العمل أصلا استقدمت وعطت منحت التأشيرات عليها. يعني يأتي للعمالة اللي عمل في قطاع معين في مجال معين كمهنة، ما يأتي كمستثمر. وهنا اختلاف التستر التجاري عن النظام أو العمل النظامي. طيب يمكن بعضهم تعاملات بنكية سليمة وأموره تمام، ولكن هو في تستر يعني داخليا، كيف وزارة التجارة وغيرها يكشف التستر التجاري الداخلي اللي يمكن تعاملاتها المالية أوراقها سليمة كل شيء سليم، وأيضا العامل على الكفالة، ولكن هنالك في يعني نعرف أن هنالك عصابات كثيرة في توريد بعض المواد الغذائية وغيرها، هنالك احتكار للمواد السلع. كيف يعني ما هي البرامج اللي يمكن يطبقونها على هؤلاء الناس؟ هذه الفائدة اللي نتحدث فيها عن توحيد الجهود. 10 جهات حكومية
كل جهة حكومية تعمل في نطاق عمل معين توحيد هذه الجهود سيسد الثغرات التي تتحدث عنها. أنه عملية كيف نعرف من خلال هذه الجهة لم يكن عبر نظام وزارة العمل، عبر وزارة التجارة، عبر مؤسسة النقد، عبر أمور كثيرة يعني تستطيع أنك تضبطها في نهاية المطاف. ولكن أنا اعتقادي أيضا هي عملية توعية وتثقيف في نهاية المطاف، أنه الناس تبدأ الشخص المتستر يبدأ يبادر من نفسه قبل أن يكون حتى من الجهات الحكومية أن تبادر، هو من نفسه يبادر لإعادة يعني بلورة استثماراته، وأيضا إعادة الهيكلة في نهاية المطاف هي إعادة هيكلة قد تكون إلى حد ما غير مقبولة بالنسبة له مبدئيا، ولكن اعتقادي سيجني يعني فرص استثمار أكبر في الفترة القادمة. لأنه يعني مع احترامي يعني الأعمال الوافدة هي تستقطع مبالغ أكبر من الأموال التي تم دفعها لصاحب السجل التجاري. هذه الأعمال الوافدة تستقطب مبالغ كبيرة، وسيكتشف لاحقا أنه كان يفرط خلال السنوات الماضية بكثير من المبالغ تحت غطاء الستر التجاري. هل التعاملات المالية الإلكترونية ستحد كثيرا؟ بلا شك التحول إلى تعاملات إلكترونية ستحد كثيرا، لأنه في نهاية المطاف ربط السجل التجاري باسم صاحب السجل هو بحد ذاته مع الحساب البنكي بحد ذاته يكافح الستر التجاري. رسالتك الأخيرة لكل من يتستر أو يعرف شخص متستر؟ أنا اعتقادي أنه اليوم الثقافة هي أمر مطلوب. التستر التجاري إن كان يعني شخص يتستر على بعض العمالة يجب أن يتأكد أنه يحرم الآخرين من الشباب السعودي الشغوف بالتجارة والعمل والطموح من فرصة الاستثمار. شكرا لك دكتور شجاع البقومي، الكاتب الاقتصادي المعروف، على إثراء موضوعنا لهذا اليوم. شكرا جزيلا لك.